أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير في أول أيام عيد الفطر السعيد من غزة. ونحن الآن معكم من مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. هنا تنتسف كل المقولات بأن الفرحة فقط للأغنياء والميسورين. هنا عائلات متواضعة وموظفون بالكاد يجدون يعني في بعض الأحيان مستلزمات حياتهم الرئيسة، ومع ذلك يصرون على أن يعيشوا فرحة العيد كاملة. سنتوجه الآن لهذه اللعبة البسيطة التي ترونها معنا الآن، هي من لعبة من أرجوحة معدنية، يبدو بأن صناعتها يدوية ومن أخشاب بسيطة أحاطت بها لتأمين الأطفال فيها، ومع ذلك تكبيرات العيد تسمع منهم والبسمات نراها على ثغورهم، وتبدو الألوان الزاهية كافية للتعبير عن مدى السعادة التي يحاولون أن يتشبثوا بها على الرغم من كل شيء. هذه اللعبة التي تدار يدويا سنحاول الآن أن نتحدث مع الشاب الذي يعمل عليها لساعات طويلة، لقاء مبالغ زهيدة لهؤلاء الأطفال. يعطيك العافية، كل عام وانت بخير. وانت بالصحة والسلامة يا رب. ايش لك من الصبح وانت شغال هنا بهذا المكان؟ صحيح، من تقريبا الساعة 8 الصبح لحتى الآن. يعني من 8 الصبح لهلا تقريبا بده يصير آخر النهار، أنت هيك عمليا ما عيدت. كيف؟ ما عيدت ولا لا؟ هو بالفعل، بس أنك تدخل الفرحة في سرور طفل صغير أفضل من الواحد يصول، الواحد حيصل رحمه يعني لسه معه 3 أيام العيد، لكن أنك تدخل الفرحة في سرور طفل صغير في أول يوم هذا شيء كبير وانجاز. في أي صف أو قديش عمرك؟ أنا سنة ثانية جامعة. صحيح. تدرس وفي نفس الوقت بتشتغل؟ صحيح. أنا يوم زي هذا ممكن تطلع مثلا مبلغ يفيدك ولا انه المبالغ بسيطة في هيك العاب؟ بالاغلب يعني بتكون محكومة اول شغلة في المكان، وغيرك يعني الوضع شوية صعب على الكل، فبيكون يعني ها اشي هيك وهيك. في اوقات يعني بتكون ايام بتكون فيها كويس وايام يعني. شايف اقبال الاطفال على هيك العاب يدوية؟ اللهم يعني اول ما شافوا المراجيح وشي زي هيك، هذا بحد ذاته في العيد بنبسطوا كثير، واحنا يعني نزلناها على اساس انه نبسط الاطفال وشي ويلعبوا عليها، وما شاء الله عليهم يعني هيهم اقبال بشكل يعني جيد. ممكن كان انه هدول الاطفال يروحوا على مدن الالعاب اللي بتشتغل بالكهرباء وحديثه افضل واسهل يمكن لهم؟ صحيح، لكن بالاغلب هي هان يعني نوعا ما هذه بنبسطوا عليها اكثر وتحت العين وقبال اهلهم وارخص. صحيح، ها وارخص، صحيح مناسبه لاسعارهم، فعشان هيك. يعني مثلا قديش المده مقابل قديش السعر؟ خليه يكون عندنا فكره كمان للمشاهدين اللي بيشوفونا. والله هذا السعر مشكله يعني بالذات، هذا بالنسبه للاطفال مشكله يعني بيختلف من شخص لاخر، ويعني كل واحد قديش امكانياته بنخلي بالنسبه للوقت احنا بننساهم، يعني بضلهم وقت كثير لحد ما يقولوا احنا انبسطنا وخلصنا بدنا ننزل، يعني بنخليهم مش نقول لهم انزلوا وشي. يعني مثلا شكل 2 10 اعطينا فكرة. تقريبا يعني بيجي بركبوا 3 بنص وبنص بشكل اكثر شيء، يعني فيش 2 و3 3 اطفال ممكن بنص شكل. بنص بشكل صحيح، يعني فيش مبالغ 2 و3 يجي يركبوا، بكون 3 بيجيك بنص 4 بشكل زي هيك، يعني بالاغلب هو نص يعني ولا شيء، بس شيء منه يعني بنقول انه احنا بنفرح الاطفال. صحيح. جزيلا لك وعلى مجهودك اللي مخليك تتصبب عرقا، لكن اهم شيء انك بتفلح في ادخال الفرحه الى قلوبهم. اشكرك جزيل الشكر وكل عام وانت بخير. ربما نتحدث مع بعض الاهالي الذين يتواجدون هنا. يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا وانتم بصحه والسلامه. اطفال هنا او اقرباء بيلعبوا على هاي الالعاب؟ اطفال والاقرباء والجيران كلهم تبعونا. لعبة بسيطة بوسط المخيم هيك بيلعبوا عليها الأطفال، أنت شايف إنه ليش موجودة؟ ليش ما بيروحوا الأطفال خلينا نقول على مدن الملاهي الكبيرة؟ أول حاجة الوضع الاقتصادي لا يسمح. المراجيح زي هذه بشكل باثنين شكل بيقدر يتمرجح فيها ويعبر عن الفرحة، ولو رغم المآسي ورغم الجراح بدهم ينبسطوا الأطفال. رغم الحصار برضه بدهم ينبسطوا الأطفال، رغم اللي صار قبل هيك إنه لما قصفوا المراجيح في 2014 برضه بدهم ينبسطوا الاطفال، وان شعب غزه بده يعيش بالحصار غير الحصار بده يعيش. طيب
لكن في نقطة يمكن أنت بتشوفها الآن أو إحنا بنشوفها، إنه هل الفرحة حكر على الأغنياء واللي معاهم إن هم يروحوا على مدن الألعاب والملاهي؟ هل باعتقادك زي ما أنت شايف هدول أقربائك وجيرانك بتكون فرحتهم منقوصة بما إنه هم ما معاهم يروحوا على هاي المدن؟ قد يكون في منه كلامك انه مش ما بيروحوش يقدروا على مدينه ملاهي او يروح على المراجيح اللي اكبر من هذه، لكن برغم الحصار بدهم يتمرجحوا، بدهم يعيشوا فرحتهم، بدهم يحسوا بالعيد باي طريقه، بدهم يحسوا حتى لو بدهم يلعبوا بالالعاب البسيطه الرخيصه هذه، لكن بدهم يعيشوا، بدهم ينبسطوا. كمان بالنسبه للشبان اللي بيشتغلوا عليها هم خريجين وطلاب جامعات، هذا اللي بيشتغل عليها خريج خلقت كليه هندسه، وهذا خريج محاسبة، واحد فتح بصرة وواحد فتح مراجيح، نتيجة الوضع الاقتصادي السيء الموجود عندنا، والبطالة اللي تعادل فوق 40%، يعني هذا مهندس بيشغل على مراجيح، هذا مخلص محاسبة ببيع ألعاب أطفال، وضع البلد هيك، وبدنا نعيش رغم المآسة اللي احنا فيها بدنا نعيش. على الرغم من كل الأوضاع الاقتصادية مهما كان. الأوضاع الاقتصادية بدنا نعيش، وقالوا بدنا نعيش بالرغم من الحصار، برغم المأساة، برغم الوضع الاقتصادي السيء، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا، ربي يوفقنا يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لك وكل عام وانت بخير. الله يسلمك، مع السلامه. الاطفال الذين ما زالوا يتارجحون على هذه الالعاب منذ صباح اليوم بما يعني جرى في ايديهم من مال العيديات التي هي المبالغ التي يخصصها لهم الاقرباء لكي يتمكنوا من اللعب ومن شراء الالعاب البسيطه من هذه الاماكن البسيطه. كل عام وانت بخير يا حبيبتي. شو اسمك؟ مريم المدلل. مريم لعبتي على المرجوحة؟ كيف انبسطتي؟ حلوة؟ طب مريم وين بتروحوا في العيد؟ بنروح أماكن كثيرة. زي وين؟ زي الجندة، زي الجندة والبحر وأكثر أماكن. أنت شايفة إنه هاي اللعبة حلوة ولا مش كثير؟ حلوة. تنبسطي بس تلعبي عليها؟ انت ومين بتيجي تلعبي هنا؟ انا واخواتي. كل عام وانت بخير يا حبيبتي، شكرا لك. وسنتحدث مع طفل اخر. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو اسمك؟ احمد المدلل. احمد، كيف شايف هاي اللعبه المرجحة اللي هنا؟ حلوه كثير. حلوه؟ كثير ولا شويه؟ كثير. تنبسطي وانت بتلعبي؟ لعبت اليوم عليها؟ متى ناوي ان شاء الله؟ بكره بلعب. خلاص انا بحب شغلك. كيف شايف سعرها؟ يعني انت قديش؟ لا رخيص. رخيص بطول يعني فيها على اللعب. بتطول ورخيصه كمان. وين المشاوير اللي بتروحها خلال العيد؟ بنروح على القرايب، وبنروح على البحر، ويعني على المنتزهات. من يعني بنلم، بنروح انا واصحابي بنطشطش، بنشتري العاب يعني وبنطلع. بالنسبة للمراجيح وأماكن الألعاب بس اللي موجودين بالحارة؟ بتروحوش على أماكن ألعاب؟ ليش؟ خلص يعني الأماكن في بعيدة كثير، يعني خلينا على منطقتنا، في يعني ألعاب عند المنطقة. طب كيف العيد أنت شايف؟ حلو كثير. إيش الحلو فيه؟ إنه يعني من نطلع يعني من نشتري ألعاب ونلبس أواعي جديدة، من يعني نروح على قرايبنا ونطلع نتعيد، يعني بنطلع. شكرا لك يا احمد، وكل عام وانت بخير. انت بخير. الله يخليك. طيب سنواصل الحديث مع هذه الوجوه الملائكيه وهؤلاء الاطفال الذين نراهم هنا. كل عام وانت بخير يا حبيبي. شو اسمك؟ رماس. رماس؟ رماس جيتي هنا ولعبتي اليوم على المراجيح؟ نعم. ايش كنتوا بتغنوا على المراجيح؟ انا شايفاكم بتغنوا. وزه. وزه؟ طيب رماس قديش دفعتي هنا عشان تلعبي؟ شاكل. شاكل؟ قديش ضليتي؟ كثير ولا شوية؟ كثير. كثير؟ أنت ومين جيتي لعبتي؟ أنا وأخويا. أنت وأخوكي. وين بتروحي يا رماس في العيد؟ بطلع. على وين؟ على البحر. شكرا لك يا رماس، وكل عام وانت بخير. وما زال هؤلاء الاطفال يتارجحون في هذه المنطقه وفي وسط مخيماتهم وحاراتهم التي لا يمنع الفقر الفرحه ان تدخل اليها، وامام اعين ذويهم ما زالوا يتارجحون. ربما نتحدث مع احد الشبان الذين يتواجدون هنا. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. لك حدا من الاطفال بيلعب هنا؟ لا
والله اولاد اختي. اولاد اختك. طيب. كيف شايف انه تكون مراجيح بنص المخيمات والحارات؟ كيف الفكره هاي شايفها؟ والله هي ما فيش بديل يعني عن الفكره هذه، يعني المناطق شعبيه لازم هذا طول عمرهم هيك متعودين يعني على الحاجات هذه. يعني هي فيش بديل او انه هي بديل للالعاب اللي ممكن تكون مكلفه ومش على قدر يعني استطاعه الناس؟ هي بالضبط، يعني اللي مش استطاعته يروح على منتجعات وعلى حاجات يعني فيها رسوم كثيره ودفع، بيجي على مناطق شعبيه زي هيك. بما انك خلى اطفال بيلعبوا هنا، هل انت شايف انه هي فعلا ممكن تدخل الفرحه لقلوبهم وتسد عن انه هم يروحوا لاماكن ممكن تكلف اهليهم اكثر من طاقتهم؟ هم بالنسبه لهم صغار، يعني اي حاجه راح يرضوا فيها امر واقع يعني بالنسبه لهم، ما فيش بديل لهم غير هيك، يعني ما فيش لهم بديل غير هيك. هل باعتقادك انه هي ممكن تكون بمستوى الامان الكافي بالنسبه للاهالي وملائمه لاعمار الاطفال؟ هي بالنسبه لهيك لا مش ملائمه، والمكان والسيارات، بس احنا يعني متعودين على هيك من سنين مش من اليوم يعني. بالتالي ايش الحلول اللي بوجهه نظرك مقترحه لتامين هاي الالعاب لتكون فعلا مناسبه للاطفال بكل الاعمار؟ يعني بتكون في اماكن معينه محدوده، مش في شوارع عامة محطوطة سيارات رايحة وجاية وناس طالعة ونازلة، يعني هنا لسه في وسع في الشارع، هنا بعيد عن السيارات شوية، في مناطق ثانية بتكون على نفس الرصيف محطوطة بس يعني. طيب أخيراً أنا بدي أسألك، منطقة مثل مخيم الشاطئ من أكثر الأماكن ازدحام في العالم وفيها نسبة الفقر عالية جداً، هل أنت شايف أنه فرحة العيد وفرحة كل المناسبات ما بتدخل إلها بسبب الفقر، أم أنه ما بيكون مانع لسعادة وفرحة الأطفال والكبار كمان؟ هم الأطفال وقت إيش بدهم يعني في أي وقت يعني بدهم يفرحوا بأي وقت وبأي، ما بمنعش لا، يعني بمشوا حالهم بأي حاجة، يعني مش ضروري يروح على منتجع يحط حاجات كثيرة، بروح على حاجات بسيطية يعني بمشوا حالهم حاجات خفيفة، يعني بمشوا أمورهم. شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير والأطفال جميعا. سنتحدث أيضا مع أحد الشبان الذين يعملون هنا في هذه الأماكن التي تصنع الفرحة على الرغم من بساطتها. يعطيك العافية، كل عام وأنت بخير، أنت بشغل بهذا المكان. صحيح صحيح، هذا المحل لنا منه تابعة له هاي المرجاحة البسيطة. صحيح. أنت طالب جامعي؟ صحيح، سنة رابعة بكالوريوس إدارة أعمال. صديقك أخوك اللي بيشتغل على المرجحة شو دارس؟ بكالوريوس هندسة سنة ثانية. هندسة وبيشتغل على العمل. صحيح. طيب هي الحياة هيك بتتطلب منك كل واحد إنه يجتهد ويكد على حاله عشان يعيش. طيب أنتوا هيك عملياً أول يوم ما عيدتوا صح؟ صحيح ما عيدنا أول يوم عشان نفتح المحل ونفتح المرجحة. بالضبط. بأسعار مثل نص شاكل شاكل اثنين شاكل ممكن تكون مش يعني مربح بالنسبة لكم صح؟ صحيح، أنه تكون يعني أنه الطفل يكون قادر أنه يشتريها على قد العدية اللي أبوه بيعطيها، فهمت كيف؟ أنه تكون كل الاحتياجات الموجودة يعني من ناحية الألعاب تكون قادر الطفل أنه يشتريها من عديته على أساس أنه ندخل الابتسام على وجه الأطفال. أنت من الصبح وبتقول أنت وشقيقك إنكم هدفكم تدخلوا الابتسامة على وجوه الأطفال، بوجهة نظرك معظم هؤلاء الأطفال ممكن أهليهم ما بيشتغلوا أو رواتبهم متدنية جدا، هل هذا الشيء كان مانع إنه هم يعيشوا فرحة العيد؟ والله هي هذه الشغلة من ناحية إنه يكون مانع إنه يعيشوا فرحة العيد اللي هي الوضع الحياة الاقتصادي. لكن هدول الاطفال كانوا مش سعداء اليوم بسبب الاوضاع هذه ام انه هي بالنهايه الفرحه فرحه؟ من الاوضاع الموجوده كانوا سعداء على الرغم يعني بالرغم من وجود انه في تدني في الاجور والرواتب للموظفين والناس بتشتغلش، بس الاطفال كانوا مبسوطين وفرحانين. طيب لحتى لا سمح الله ما تتحول لعبه مثل هاي لمأساة، هل في اجراءات امان بتحاولوا تتخذوها؟ صحيح، انه مثلا ممكن نتصل على الاسعاف لو صار اي حادث مثلا، لا قدر الله توصل الاسعاف. انا بتكلم عن مرحله ما قبل الامان، ان احنا محافظين عليهم من ناحيه انه طفل طفل بنركب وكله بالترتيب وتوازن على اساس ما يصيرش اي خطا في المرجحه، وهينا الحمد لله مبسوطين فيها. لكن انا ما بنفع اسالك اليوم كيف العيد؟ لسه ما عشته. والله لسه ما عشته. طب العيد اللي شفته بعيون الاطفال كيف كان؟ حلو كثير حلو كتير وبيستاهلوا كل الفرحة والابتسامة كمان.
شكرا جزيلا لك، وان شاء الله يمر العيد عليكم خلال الايام القادمه. شكرا فيكي، كل عام وانت بخير. شكرا لك، واسعاد الاطفال وادخال الفرحه الى قلوبهم ورسم الابتسامه على وجوههم هي هدف نبيل يعمل لاجله هؤلاء الشبان الذين يدرسون في تخصصات جامعيه تتطلب منهم كثيرا من الاهتمام والانتباه، لكن حتى في يوم العيد فان العيد يصل اليهم متاخرا، والهدف ان تبقى هذه الفرحة وأن تدخل هذه الفرحة إلى كل مناطق قطاع غزة. لا يعني أن يكون هذا المكان مخيما مزدحما وفقيرا أن لا تدخل إليه الفرحة، يجب أن تكون دائما موجودة مرتسمة على وجوه هذه الملامح البريئة والأطفال الذين يعني تبقى دائما العيد بالنسبة لهم، ويبقى دائما العيد بالنسبة لهم هو أسعد الأيام، لا يكترثون بكل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشونها، دائما هناك متسع للفرح. المهم أن يعني تكون الجهود متضافرة لكي يمر العيد من هذه المناطق كما يمر من كل البيوت ومن كل مناطق الأغنياء والميسورين عبر العالم، أيضا هو يمر من الحارات الفقيرة ومن المخيمات الموجودة في كل مناطق الشتات الفلسطيني ومن كل المخيمات التي يتشرد فيها ملايين اللاجئين عبر العالم. أشكركم جزيلا على المتابعة، وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.